مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من راف ماك للتسعة ونص. الرحلة مكملة يواصل قيادة الفريق فيها البرنس منصب بن سعيد، نجمة الفن والفنانين أوبرا أونفري العرب سندريلا وميمن عياري. يعود بعد غياب فان باستن الإعلام فان بيرسي المحامين طارق العليمي نجم التاسعة ويطالب بإغلاق قناة الحوار التونسي ناصر البدوي. وسط صمت مريب منه هل تخلى عن الدفاع عن القناة زياد المكي؟ دافعت بقدر المستطاع على قناتها كالعادة. خبرك نحن، انا واحد من الناس في عائلتي عندي دي كوزان صغار 7 و8 سنين، كي تفرجوا في التاسعة سبور ويراو العنف ويراو رؤساء جمعيات كيفاش يسبوا في بعضهم وكل في الدار، ولا يكسروا ويدخلوا الكوجينه يضربوه يضربوه. اي فما عندي كوزان نتاعي صغير ضربوه يا راف، يسمع البريزيدون يسب في الجوار معناتها من الاخر يا راف. انا قلتها ونعاودها، كنا ال11 وقفه احتجاجيه قدام الهيكل لاغلاق التاسع وتشميع التاسع، هذا قلت له يا جماعتين. دونك النصري قالت فين خونا برهان يخدم في التاسع، خونا مراد في التاسع، ما تخافش عليه برهان هذاك ميحي مع الريح تو يطلع مع العشرودي ولا لا تو يشارك في الوقفه، هو يشارك في الوقفه وينجز للحوار. واخر مره تراوني في التاسع وانا غلطت وكذا، هذاك مش مشكله. برهان رجعت في العلانة اي بالحق والله، وكل فيديو لا لا رجع رجع كمان رجع. قلت له سفيان بن حميده جا جا وفين يخدم تو؟ يخدم معنا يجي ساعات اعلامي ولا ناقد ولا منشط؟ اعلامي وناقد ومنشط وكرونيكر الكل. وسالته عليها الفيديو راه قال لي وليت تضحكني استهزئ بها. قال لي مانيش، قلت مانيش راجع الاعلام ورجعت. اما ديما نعطيك والله يا رفيق، نقعد مع جماعه الثوره شو يقولوا لي؟ يقولوا لي برهان زلم. اما كيف بضغط طريف محطوطين بالحق كيفاش صنفهم جماعه الثوره؟ اي هذوكم اليساريين وكل يقولوا لي برهان زلم اما مستعرف بالثوره، هذاك علاش نحبوه عكس الازلام الاخرين. والله راهو زلومه كالزئبق الحريقه يلا صديقنا رامي شو حضرنا في الرادار ريكاب تلفز الاذاعات مواقع التواصل الاجتماعي التصريحات تسويت مع صديقنا رامي في الرادار. من أكثر المشاكل اللي صايرة في الساحة السياسية في تونس هي تداخل الإعلام في السياسة، وين برشا سياسيين يقول لك فما عباد عندهم تلفزة نتاعهم تخدم لهم تدز معاهم، وإحنا لا عليه عليه الظلم ذا الكل. ومن العباد هذوما المتقلقين من الحكاية ذي هو عياض اللومي عضو حزب قلب تونس. شوف الدنيا من قلب تونس ومتقلق من حكاية التلفزة، لا حاجة لطف. في سي يوسف الشاهد عمره ما رحمنا، هو عنده منابر إعلامية تخدم له اللي هو أذرع لنصب محاكمات سياسية لقلب تونس، يعني هي واللي هي الميدي شو في موزايك واللي هي قناة التاسعة بكلها. ما انا قلت لي سي عياض الشاهد عنده قناة التاسعة بكلها كلها. لا اما سي عياض سامحني نسيت حاجة، ما نعرفش كان نجم نذكرك، نبيل القروي هذاك عارفك عنده قناة نسمة ولا انا غلط؟ ايه عنده ولا شو ليه نفوتوا بعضها بالصبر؟ اعمل نفسك مي اعمل نفسك مي. هو راهو عياض اللومي وحزب يوسف الشاهد تحية تونس راهو ما يتقابلوش يا خويا. عياض اللومي ما يحملهمش، ما يحملوش كحزب، هو حر عمره ما كان مشكلة ذي. أما المشكلة اللي المنشطة اللي استضافت عياض اللومي حبت تفدلك بالحكاية. أوه الضحكة 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 والجو يا دي في تحية في قلب تونس. تحية قلب تونس حد كيف شكوله بالعنى هالديلة. الله 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 الله، راهو فكوك الإعلام يا ربي، رامز قلل الميديا مسيب علينا في البلاد. شنو هي الضحكة ذي الكل والجو والكيف والعسل اللي مسيب علينا قلب تونس وانت قلت له تحيته؟ بالعاني هالديلة وبالعاني زادة. عسل 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 يا ربي. راهو اسمعني برجولي، كل إعلامي عنده بيرسوناج كي يحب يلعبوا في الإيميسيون بتاعه، هو حر توا ذي ماشي في دومين الكاميرا كاشي حر. سمير الوافي ماشي في بيرسوناج الفيسك حر زادة، أموره دوره ما يفلتش مع سمير ما تفدلكش. 80% من ثروتك من تعاملك الكبير مع تونيسير، عندك شقة فخمة في باريس حتى العنوان موجود عندي إذا تحب نستظهروا به. كونت ثروة كبيرة، كونت ثروتك من غادي ماك العلاقة هذيك مع تونيسير. شقة فخمة في باريس قيمتها يظهر لي ملايين حصيل الأوروات. أنا ما حبي الفلوس. إيه؟ ما حبي الفلوس
تحب الفلوس؟ نحب الفلوس قوي. نحكيو تبا شوية على مهدي بالغربية اللي كان ضيف سمير الوافي، وحكي لنا كيفاش دخل الحبس عام 1993 وخرج منه. ما خرج منه وما نعرفش الحق نتاع ربي، هذيك المعلومة اللي نجم نعطيها لكم. وقت دخل وقت خرج منه ما نعرفش، هو بيدو ما يعرفش وقت خرج. باش نقول لكم؟ ها الشيراني اليوم انا شو نقول؟ أنا أول حاجة خرجت في عام 99. أه يا ودي صلي على النبي صلي على النبي، شفهم شو الضربة ذي كل معنا مزاربنا أخوي. بشوية بشوية سي مهدي، نعاود سؤال من الأول، وقتها خرجت من الحبس؟ خرجت في عام 99. طلعوا يا محل ورنكوا كده ولفوا بالبقرة. غدا تحية لصديقنا رامي في الرادار، نمشي تصفيت مع ألفة أخبار الطرق.